السلام عليكم. مش تيمس ايمن غاري ما يهرش رخو ايري احنا حيت نستكمل انت يهرش ولكن امي خلق تغسل شهرين تغسل ابو من دايس تغا يتنس صغيو يتنس يفا ايوا يعني بودير ميزان نشوف سنو بالحال نس تو فاي بيبل نخطر في صور هذه النظر ولكن وصفه من شعر قال لي قد الكاز قادتين قادتين صافي تيشنا الدواء طرح طرب واحد مادام ما يوصل اشهر يبدا يستمر الطاس يبدا يستمر يستمر مني تفوض بالقصد الدكتور كان يستمر الطاس كان اي معليش امام سبحان واخا غيسو 10 يطرا امام سبحان قال شوف الدكتور كان شدي ما توصل ما اش تي اي سمي يقال لا مادام امام سبحان قال ولكن قا يحنجاني قرين قرين نص وزن 9 كيلو 8 كيلو مي وزن 5 كيلو كان مادام السحر الخزار بغا السحر مادام يتيرا لي تزر وخزار شغا السحر انا ما شفت السيرو الفيتامينات ريال لي واخا تبعها مني من يوضعان مي غيوضعان يبدا يقوري في قضام النص ويقوى بابا ما كشرين سوى تكون ما يقوى عوج يقوى رمو يفاقي ذا النص وخا يجن هل يجن دكتور خاص عزم البروفيسور يحين جاني مزيان نعشوف الدكتور مي وغصبو في شرين نورمال يضعف في الميزان يسمى الطاس يعني وخا ما دام بس نجي نتحليل الكلاوي انا غزا الكلاوي نص ما الكلاوي نورمال انا مش غدوا منايا رومي صايب تحاليل الكلاوي يفضي الزار النص فلوخو يشتم يشتم فلوخو يشتم شوية ولكن بالتحليل وهو استنشاء 100% يعني ما لي تبرد بدي تبع غارفة روح على سويسي رمي روح على سويسي غزالنا التحاليلني بدي تبع الناس كيدس ناني من بيجي راح نجرى على الخو قا في الزار النص قا روح ديك ناي لي غاس نشوف السينو واخا بدي تبع عندي ني كيما السكانير شحال التحاليلات شحال زوينات ومي غاخزان وفي نتيجة الشمس تموت يشتم تخدم 30-40% بدي تبع غديني المصاريف روحها راحت والو غنكارو النتيجة فنكارو كنا نهي الزنق سخا واحد يتنايم فهمت غاس المشكل الميكروب ديال البوليت كاع على صافي الزر ان هي المومي خرجت راس الميكروب ديال البوليت كاع على صافي الزر شو السينا خو كي نص لاسوندا خو ساعة وشهرين تغاس لاسوندا يعني راس المشكل ولا تفهم هو في مدة صغيرة قناة واخا تبعت خرج صافي الزر نص خو غاس الميكروب البوليت كاع من غادي الزر دينا الصشياطه باش نقولوا وتحي غادي الزار بوكي الميكروب اللي سينا يدي الزار نص جينا الثانيه باش زعما تحاول يعني نورمال انا موت اني هي ديال الربط يخص ديك العمليه باش الميكروب يدي كل غادي الزار وصوف البول حق فرنسوس سين خصوصا راه اوروبا نشي لنا غير غادي يجي التلفازه وغادي تجيبو ديال المغرب شو جينا الثالثه ذلك قناه فانت ثانيه في الميكروب عام فهمت كنت غاصت 6 سنين اذا هذا خمي غاص عام بالمصاري يعني اش تعاوننا مي ودن وها توي التحاليل الكرامار توي التحاليل انت زعما شحال 80 كل تحليل 80 شحال الدواء شحال دواء ادوينه الاخوة النتيجه هي كان كارو يعني قال خذي الزام نسرح عندي ثنايل يخصها تمارسو فيه غادي يفقا بارا غادي يسجل بدرعات الكلية نشو غالي ميزي لا صغيكا بابا سو يخدم شامل فهمت بالنسبه للتكاليف ولا محدد بو مثلا تكاليف العمليه نزرع الكلي الخوش ما يقوض شي قيم والو غادي يدياليه نشو خسر بس كر دياليس ما يندير ماشي بدو غير كر دياليس راه خرج تكرس غير سيرو يتنص يصغويو اعتقد اذا من داك على سي سيرو ويتخشى ولكن ما هذيك ديال دير 7 ساعتين هذيك قيم ولكن عاد ديال ستوري هو ينجحش فهمت طب دوك القاري مرات وكلش ما يعاون هذيك فغا بعدا هذيك الكليه زعي هذيك الكليه احسن ديك كلشي قال ما فيش ما يعاون خاص بالبان الصفرا بعدا حسنت المريقة ديالي فهمت خو ودي ترجع مع الخو بالنسبة للحالة نس خو بالنسبة للحالة نس ما ديني شن يعني شن الإمكانية النجاح نسبة النجاح طمقة تخمي غي زرع الكيليني غو ديني بفرش الدكتور مين دامناني طبيب نخو دي عرض الدكتور ينايا مارات وفي إذا المغرب وغا مرشا نشمي دينا النتيجة فنقارو تيني ماشا مارات وفي أطح بغا بارع إني مي ريميا تنجح العملية نس خو ميت تعزيز جودان تعز جودان هذي عونان خصر مي غديري مليح خصر مي ديس غديري أم تان فاروة ميدان خصر غدي سعجو الحياة النسا تان فاروة ميدان بوكي مي زقو مي خرطة لي هرش في المشاكل بزاف فهمت أيام والي دي غاري شتبعت تمني غيودان هذي عونان شوات فهمت قصدان ديس بكل شي
خوت تاع زكي وذاناش معاونين باش اكيم اش اكيم ساهمين باش تحمل المصاريف التويض غبار غير التحليل في كوتر تشاط غربط غير تحليلات الميكروب يعني غير بالامكانيات خصوصا الاخو عمر يجي للجمعيه اللي شد تاع اسبانيا وغربو زاد الكليه اكس امريكا اللي غادي يفرض شي دوله غبار ولكن اسبانيا هو غاشا دي المغرب عاودان ولاشا فهمت تا زكودان اللي يعاونن على حساب الدول على حساب مصاريف التحاليلات زي ما راه في غوت هذيك عام نسوي غبار عاود باش نزرع الكليه ديالي مليح انت محنجان نيودان وانت يستعدوا الحياه تسكت قام يخرب انت الدواوات تسينا في التحاليلات حد انا اكثر منه